الفواكه المجففة. هلا الفواكه المجففة أول إشي فيها قيمة غذائية عالية، أكيد في بعض الفيتامينات بتروح من الفواكه المجففة مش زي الطازة، زي أوكي. فيتامين سي أوكي. بس هذا ما بيعني إنها بتخسر كل فوائدها. بس سؤال سريع هيك بالزبط. سريع اليوم، هل لما إحنا نجفف الخضار أو الفواكه في عناصر جديدة بتطلع؟ في اشياء بنفقدها، بعض بنفقدها، فدائما الفريش احسن من المجفف. بس هذا ما بيعني انه ممنوع اكيد، بس دائما الفريش احسن. اكيد هلا قيمه غذائيه أوكي. اكيد. طب بيضاف له سكر؟ في بعضها مرات بنضاف سكر بطريقه التجفيف، فعشان هيك بنحكي احنا الكميه اللي المناسبه هاي بدنا ننتبه لها. بس لها فوائد غذائيه، مثلا لما نحكي على الزبيب والقراصية هدول فيهم مواد ملينه للاشخاص اللي عندهم امساك من العادات الغذائيه الحلوه اللي ناخذها، مثلا 3 حبات 4 حبات قراصية اللي هو الخوخ الاسود المجفف. هذا للاشخاص اللي بيعانوا من الامساك انا دائما بنصح فيه مع كاستين مي مثلا المساء، كثير بيساعد انه اللي يخفف من هاي المشاكل. في نسبة من البوتاسيوم، في نسبة من البي فيتامينز، الألياف بتضلها موجودة. يعني احنا بناكل فواكه أكيد لفوائدها الغذائية مضادات الأكسدة، بس كمان على نحصل على كمية يومية من الألياف اللي هي مهمة للحفاظ على الوزن، لتقليل السكر في الدم ولتقليل الدهنيات، فبيضل موجودة نسبة الألياف المفيدة فيها. فبس احنا لأنه العنب أصلاً قطف العنب بشبع لأنه أنت عم تاخده مع المي تاعته صح، بس مرات الزبيب ممكن تاكل صحن كتير كبير وتحس أنه لا لسه ما بدي كمان منه صح. فهي النقطة اللي بدنا ننتبه لها، مقدار الحصة الواحدة من الفواكه المجففة. يعني إذا عم نحكي على تمر، 3 حبات تمر صغار هاي تعتبر مثلا فيها 70-80 سعرة، بتعادل 3 حبات قراصية. يعني إحنا دائما بنحكي الحصة اللي هي الكمية المعينة مثلا من الفواكه اللي بتعطي مقدار معين من السعرات الحرارية. فمثلا إحنا دائما الفواكه ينصح إنه نتناول من 2-3 في اليوم. إذا حبينا واحدة من هدول الثلاث حصص تكون فواكه مجففة ما في مشكلة أوكي. ناخد الفوائد الغذائية، وهي الحصة تقريبا بده يكون فيها معدل 70-80 سعرة حرارية أوكي. اللي هو يعادل مثلا 2 زبيب، 2 توت البري هذا اللي بحطوه على الشوفان واللي بحبوه كسناك، 3 حبات تمر صغار، 3 حبات قراصية، 4 حبات مشمش، تين مجفف، هدول فيهم قيمة غذائية عالية جدا. بس انتبهوا للكمية اللي بدكم تتناولوها خاصة لمرضى السكري. الله يبعدنا يا رب. طب دكتورة اليوم كيف نقدر نميز الفواكه؟ وبجوز برضه هون شف تساعدينا الفواكه المجففة اللي مش حاطين عليها كثير سكر وبين الفواكه المجففة الصح، في عوامل معينة ولا هاي على المصدر الواحد على حسب المصدر وحسب. هلا في مرات انواع الفواكه اللي بنجيبها بالسوق اللي هي زي اللي بتكون من مش التمر والتين والمجفف وهدول اللي هم زي المانجا وقشر جوز الهند، هدول اغلبهم فيهم شوية سكر مضاف. بس هو عامة احنا لما نيجي نشتري الحاجات دي مفروض نشتريها من حتة يكون مكتوب وراء القيمة الغذائية بتاعتها والإضافات اللي متضافة عليها. يعني انا ما بحبش اروح اشتري الحاجات دي من عند العطار فرط وكده، لا بحب اجيبها من مكان يكون كاتب لي كل البيانات بتاعت ال. هلا كمان حتى لو اشتهينا ويعني حابين ناكل مش غلط، انا دائما بحكي الاساس الاكل الصحي الاعتدال. يعني اذا اشتهيت حتى من الفواكه المجففه اللي هي ممكن شويه سكر فيها، اذا انا باخذها كسناك بدل الحلو مثلا، او انا ما باكل كثير حلويات، هذا مصدر الحلاوه اللي بتيجي. يعني احنا مش إذا واحد أكل كمية بسيطة من السكر خلال نظامه الحياة هيك رح يصير عندنا مشاكل كتير كبيرة أو ممكن تؤدي لمشكلة كتير صحية. هي الاعتدال هو الأساس، إنه إحنا قدي ناخد يومياً بحيث إنه إحنا نستمتع بنظامنا الغذائي من غير ما نضر صحتنا. لأنه في فرق بين إني أكل أنا كمشة عنب مجفف أو تين مجفف مثلاً 2-4 يعني بحد أقصى، وبين إني أنا أحط صحن. لأنه في ناس بيشوف شو بيعملوا بلغوا العشاء، بقول لك بحط صحن الفواكه ما هي صحية أو بحط صحن المكسرات الصحية. تحكي عن نزيد بالفلاتي يعني. لا أنا الاثنين ليه؟ بتلغي العشاء عشان تأكل فاكهة؟ لا يعني بس مرات أنه مثلا ممكن أكل 3 كيلو فواكه من مبدأ أني ما تعشيت، فهذا إشي صحي. هذا إشي صحي ترضي ضميره طبعا، هذا مشكلة أكيد. طب دكتورة اليوم إذا هيك بدي احكي لك من اكثر 3 فواكه مجففه مفيده، بتعرفي كثير مفضله وبرضه مفيده.
هلا بقدر ارتبهم. التمر طبعا تمر. سيد الفواكه المجففه، بالطاقه بيعطي طاقه للرياضيين بعد التمرين، فيه نسبه منيحه من الفيتامينات والمعادن. بحب القراصيه الخوخ الاسود المجفف لانه في كثير ناس عندهم مشاكل باضطرابات الجهاز الهضمي، وبحب انواع الزبيب والتوت البري لانه برضه فيه انتي اوكسيدنت رهيب. دكتور ربا شكرا لك، نورتينا وشرفتينا.